بعد الثورة، ثوار النجل وجهوا الرسالة للعمل الجبان اللي يستهدف المحامي حيدر السلامي. نقول لهم بوي طالعين للزيارة، احنا تريدوننا نرجع للمعلومات ذن ما يرجعنا. اكو ابطال بالساحة باقين، واللي مثل حيدر السلامي ما تهزه الجسد، بس وحق روح الحسين جاي تجنون على انفسكم. يوم 25 جاي، وإذا صار شيء بالساحة على أي شخص من الساحة، على المحامين، أي ثائر، أي شخص حر بالنجف، نعود الزيارة ونرجع. ونترخص منه باع عبد الله، ما عارفين الزيارة. عاش العراق! عاش العراق! حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727 أفقي. نتمنى من كل الأخوان المشاهدين أنه يدخلون ترددنا الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين يوم 24/24. أما برنامج صوتكم، فأي شخص بالعراق خارج العراق يحب يتصل بالبرنامج، أرقام البرنامج راح تشوفوها أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون على أي رقم من الأرقام التالية. الرقمين اللي تشوفوهم قدامكم، هذا واحد وهذا واحد، مخصصات إلى الداخل العراقي. أما الأرقام الأخرى اللي تشوفوها أمامكم، عندكم ثلاث أرقام تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من خارج العراق، ونرحب بالسادة المشاهدين وكل المتصلين بالبرنامج. أما هذا الرقم فأتمنى من السادة المشاهدين أنه يعرفون أنه هذا الرقم فقط لرسائل الواتساب، ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال، ما أقدر أستقبل عليه أي رسالة صوتية، فلا حد يزعل من أدنى، فقط رسائل. أتمنى أنه تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من وقت البرنامج. أما البرنامج، حكينا عن الفساد وحكينا عن المعتقلين وحكينا عن الأحزاب وحكينا عن السياسة الخارجية وحكينا عن السيادة وحكينا عن هواية أشياء، بس اليوم أكو تحذير خطير جدا. التحذير يقول أنه إذا استمرت السياسة العراقية على ما هي عليه الآن، والسياسة المالية بالذات، العراق قريبا راح يعلن الإفلاس. أغنى بلد بالعالم يفلس، بلد النهرين يفلس، بلد الخيرات يفلس، بلد النخيل والتمور وكثير من الأشياء والنفط. أكبر احتياطي نفطي بالعالم موجود يمنا، بس تحذيرات من الكتل نفسها، وتحذيرات من تقارير خارجية، وتحذيرات من تقارير أممية. فإحنا سؤالنا اليوم، سياسات الأحزاب بالعراق لوين راح تودي؟ هاي السياسات بنظركم أخواني الأعزاء وين راح توصل العراقيين؟ هذا السؤال أتمنى تجاوبوني عليه. أنتوا دا تشوفون سياستهم صحيحة لو لا؟ إذا كانت صحيحة بنظرك، أتمنى عزيزي المتصل أو اللي راح تكتب لنا رسالة تبين لنا ليش صحيحة، وإذا كانت خاطئة همين أريدك تبين لنا بنظرك ليش خاطئة. واللي عنده تحليل ويعرف أنه هاي السياسات لوين راح توصلنا، يا ريت يقول لنا بيها. لكن التحذيرات تقول أنه يعني العراق رايح للحضيض، إلى الظلام، إلى دول ما بعد العالم الثالث. يعني اليوم عندي خبر يقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري يعتبر المطالب الحكومية بالاقتراض دليل على عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الموعود. وقال الجبوري أنه مشروع قانون الحكومة للاقتراض أو لاقتراض آخر أو استدانة جديدة أو دين جديد على العراق وعلى الحكومة العراقية هو هلاك وتدمير للبلاد، وإذا ما استمر هذا المشروع فإنه العراق راح يفلس بالمستقبل القريب. وأكو عضو ثاني باللجنة المالية النيابية اللي هو أحمد حمى رشيد،
اتهم وزير المالية على عبد الأمير علاوي أو علي عبد الأمير علاوي بعدم صرف الرواتب على الرغم من توفر السيولة المالية عند الحكومة. وقال أحمد حمد رشيد أن وزارة المالية عندها أموال وتقدر تصرف رواتب الموظفين للشهر 9 بس تحاول الضغط على مجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد. يعني العراق فوق ما خلصوا فلوسه، فوق ما نهوا خيراته، فوق ما العراق معتمد على باب واحد في الموازنة اللي هو النفط، علما أن العراق قادر يعتمد على الزراعة على الصناعة على السياحة وعلى تبادل الخبرات. يعني العقول العراقية نيرة وكل العراقيين وكل العالم يعرف العراق ايش قد يملك خيرات، نهرين، اسماك، نخيل، تمور، جلود، مصانع، معمل ادوية، معمل اسمنت، هواية عندنا معامل. احمد من بابل وياي؟ احمد من بابل حياك الله. انقطع الاتصال ويا احمد، اتمنى يا احمد ترجع لنا. زين، ففوق ما خلصوا فلوس العراق وفوق القهر الموازنات الانفجارية كل سنة 85 90 75 مليار دولار، هاي معتمدين بس على النفط، بس على النفط وميزانية العراق هيك رقمها. لما كانوا يعطون موازنات هسه شقد ما حد يدري، مشروع الموازنة شنو ما حد يعرف، الموازنة التشغيلية، الموازنة العسكرية، ذني ما حد يعرفهن. اللي ما يعرف الفرق ما بين الموازنة التشغيلية وغير التشغيلية أو الاستثمارية، الموازنة التشغيلية هي قيمة رواتب الموظفين بالعراق، قيمة رواتب العقود، قيمة الفواتير اللي على العراق، قيمة ما يحتاج العراق بشكل شهري، فهي تسمى موازنة تشغيلية. أما الموازنة الاستثمارية هي قيمة العقود، الاستثمارات، عندك موازنة عسكرية هاي تصرف إلى الجيش، وعندك زيادة نثريات، كل وزارة وكل قطاع وكل قسم عنده زيادة نثريات يستخدمها في باب من الأبواب، وعندك موازنة التطوير، أعمار الشوارع، مجاري، مدارس، مستشفيات، أدوية، غذاء، ولو الغذاء من ضمن التشغيلية والأدوية أيضا، ذن كلهن يدخلن بمشروع واحد يصير الموازنة. بالسنين اللي قدموها وصلت 75 80 85 وصلت 90 مليار، لحد ما وصلنا للرقم اللي فوق 1000 مليار دولار، وهاي بس هم معتمدين انه العراق يصدر نفط ياخذ فلوس، المفروض ياخذ فلوس يبني، يعطي رواتب، يطور، يجيب تكنولوجيا، يستورد خبرات، يطور العراق اكثر واكثر. مبروك على الامارات، احنا ما نزعل لما وطن عربي او دولة عربية تنجح وتصير، لكن نزعل لما نعرف انه رئيس الامارات بالسبعينات وقف وقال راح اخلي دبي مثل بغداد، ولما وصلنا ل 2020 شوفوا دبي وين وشوفوا بغداد وين. هذا اللي ينزعل من عنده، ويجون الجماعة يقول لك نريد نتداين ما عندنا فلوس نطي رواتب. زين، انا اريد اسال الكاظمي والمالكي والصدر وعمار الحكيم وهمام حمودي والحزب الإسلامي وحزب النصر وحزب ما أدري منه وتحالف ما أدري منه وهادي العامري وبدر والعصايب والميليشيات وكلهم، أرد أسألهم عندكم استعداد تطون ربع راتبكم للعراق؟ عندكم استعداد تطون عشر راتبكم لأعمار المدن المدمرة؟
عندكم استعداد تطون خمس راتبكم حتى ترجعون حقوق الناس؟ لا. أنا راح نتذكر كلمة مطشر السامرائي النائب السابق لما نوقف يقول أنا يقللون راتبي وأصير وضعي مثل وضع الشعب العراقي عذراً البائس، هاي هو هيك قالها، موجودة عندنا تقدرون تسمعوها. هذا وصف البرلماني للشعب العراقي اللي هو صعده. فإحنا اليوم سؤالنا أتمنى من السادة المتصلين أنه يجاوبوني عليه، سياسات الأحزاب ذني اللي تحكم العراق من 2003 لليوم وين راح توصلنا؟ أو وين راح توصل العراق؟ أو شو راح تسوي بالعراق؟ أو شنو مستقبل العراق؟ أنتوا شلون شايفين العراق؟ أنتوا عشتوا بيه بال 2003، صار الاحتلال، عشتوا فترة الاحتلال، جت الحكومة المدنية عشتوها، جني حكومات ما بعد الاحتلال وشفتوهن، ودا تشوفون سنة على سنة من 2003 لليوم العراق ايش دا يصير بيه بال 2020. إذا أسألكم بال 2025 ايش تتوقعون حال العراق؟ أبو خالد بن وافط. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ علي؟ هلا بيك أخوي. أخوي العزيز. اللي أبشرك الروات مع الموظفين ماكو، عاجز بالخزي. نعم. إي هذا آخر موقف. نعم. إي آخر شيء كل شيء ماكو بعد. ما اعرف هاي فلوس النفط ولا الضرائب ما ادري وين تروح. نعم ما نعرف منو مسؤول عن الخزينه، منو اللي يوزع، ما نعرف الخزينه. الخزينه ابو خالد، يعني من المفترض انه المسؤول عن الخزنه العراقيه او عن اموال العراق هي ثلاث جهات، المصرف او البنك المركزي ووزارة نعم. المالية ورئاسة الوزراء. نعم. أكو وزير مالية. إيه. مختلس مبلغ. ما أريد نقول رئيس الفلاني اللي داز عليه. قال ليش اختلست من الخزينة مال الشعب؟ قال ما أدري. قال حتى يصير عبره للوراء، حتى ما حد يمد ايده على الخزينه مال الشعب. نعم. اخذ الكلى مالته مقابل المبلغ اللي مات، واخذوا الكلى مقابل المبلغ اللي اخذها. بس احنا ما نريد ايش نسوي، بس نريد ننصر حق الله نشتغل بس هاي. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا لك ابو خالد. يعني المشكلة أبو خالد أنه أنت سأل السؤال تقول من المسؤول أو من المسؤول عن الخزينة العراقية. طبعا إحنا من المفترض أنه ما نسأل هذا السؤال، من المفترض أنه أكو موظفين خلي عقلون هاي الكلمة، أكو موظفين، الموظف هو وزير، مدير عام، مدير مكتب وزير، مقرر مجلس النواب، مقرر رئاسة وزراء، رئيس وزراء، رئيس مجلس نواب، نائب بالبرلمان، رئيس جمهورية، هذا موظف، هذا اسمه موظف، موظف لخدمة هذا البلد. أصاب أوكي، أخطأ يتحاسب، هاي لازم نفهم هاي النقطة. احنا مفروض ما نسأل من المسؤول عن خزينة الدولة العراقية، لأن ما مفترض أكو لجنة وأكو ناس يعرفون يصونون هاي الأموال ويعرفون يخدمون هاي الأموال ويخدمون الشعب العراقي بحيث لا يعتاز إلى دين خارجي ولا يعتاز إلى أحد، ولا من المفترض أنه في يوم من الأيام العراقي يفكر أنه يداين على الخيرات اللي بيه. مش نحسب قاعة مليانة خيرات، مي ومعادن ونفط وأرض خصبة للزراعة، وحتى الرمل مال العراق أخذوا بالاحتلال، حتى تراب العراق استفادوا منه، أرض مليانة بالخيرات. لو نستغل
كل جزء من خيرات الأرض العراقية، احنا أغنى بلد بالعالم وما نحتاج أحد. عقول عندنا، مصانع موجودة بس ميتة مقفلة بيبانها، عندنا مصانع عملاقة لو يفكرون يعمروها ويرجعون يشغلوها راح نتخلص من 3 أشياء. أزمة الرواتب راح تنحل، لأنه أنت راح تصنع، من راح تصنع راح تضطر تصدر، من راح تصدر راح تأخذ فلوس، من تأخذ فلوس تسدد العالم. هاي أول وحدة. الشغلة الثانية البطالة، لما تفتح مصنع راح تحتاج عمال وموظفين، والعمال الموظفين ما يجوك إلا من الشعب. أبو فاطمة من النجف ويانا، حياك الله. ورحمة الله وبركاته أخي أسل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حقيقة أخي، هذه قضية الفساد في العراق هذه قضية يعني مقصودة، وذلك لأن العراق يعني إذا نرجع للتاريخ بصورة سريعة، في الملكية كانت هنالك كما تفضلت المصانع البسيطة. نعم. عندما صار انقلاب وأتى عبد الكريم قاسم لم يدمر الصناعة أو الزراعة، بل استمر في تطويرها ودعمها. نعم. صارت ثورة 68 لم يدمروا المصانع، بل طوروها، لأن هذا بلد. السياسة شيء، يعني الأفراد والمشاكل بين الفرق السياسية والأحزاب وبين البلد كمصلحة. فإحنا المصانع كثيرة، كانت الأدوية والإطارات والكثير والصناعة الثلاجات والكثيرة والمنشآت والتصنيع العسكري الآخري. طيب أنتم عندما أتيتم، أنتم الأحزاب الدينية على الأساس والمفروض تكونون أكثر نزاهة من الأحزاب العلمانية، ليش دمرتوا الصناعة؟ أنا أريد أعرف لماذا دمرتوا الصناعة، لماذا تم تفكيك مصفى بيجي وبعتوب بالخردة لإيران، ليش؟ فإذا أخي القضية مقصودة، يعني أنت نتذكر كيف المجرم المالكي تم تدبير تهمة إلى سنان الشبيب. نعم. مدير المركز البنك المركزي العراقي، لماذا؟ لأنه كان ذو تخصص وكان نزيه، فخلوه باقي برا وتسووا له تهمة، وأتوا بعلي العلاق وابنه معروف في الأردن كيف اشترى رقم سيارة $400,000، رقم سيارة في الأردن في المزاد ومعروف. أخي أفل، تعرف إحنا في المنشآت الصناعية تم إجراء تحقيق على شخص كان يزور في وصولات التاكسي، يروح من باب الشرج للعلاوي، من العلاوي للكرادة، والله العظيم يعني حاسبوه على 5 دنانير. 5 دنانير معقولة؟ يعني هذه هذا العراق، هذه الخيرات، نساء في الأنبار يعطوهم صدقات، يحاسبون على شنو أبو فاطمة؟ نعم، قلت لي يحاسبون على شقد؟ 5 دنانير والله العظيم. واني يعني شاهد عين شخص تافه حشاك، يعني كان يزور وكشفوه سووا له تحقيق، مدير الحسابات سووا له تحقيق ودزوا عليه، يعني كشفوه عرفوه، يعني 5 دنانير. ابو فاطمه، انت تعرف جدا المقتدى الصدر شان يشتغل بالبرلمان العراقي بزمن الملكيه؟ لا والله ما ادري، لكن ربما موجوده في كتاب عبد الرزاق الحسني، كان في فتره من الفترات رئيس مجلس النواب العراقي في زمن الملكيه، وهو بنفسه اللي حاسب الملك فيصل الاول، لانه الامير غازي اشترى قاط الى رئيس وزراء العراق عبد الرحمن الخطيب ب6 دنانير، وقال له انت فيصل ملك العراق راتبك 3، غازي الامير من جاب 6 دنانير؟ نعم احسنت، نعم في التاريخ العراقي الحديث يعني موجوده فعلا هكذا مواقف نزيهه من ناس. لذلك اتت امريكا وايران لتدمير هذا، دمروا القضاء، لان اخي الفساد كيف اذا ما موجود قضاء وما موجود من يحاسب ولا الرشوه؟ كان احد يستطيع ان ياخذ رشوه في العراق؟
نعم. يعني نعم. يعني انا في بعض الناس يقولوا لي نحن نذهب الى نريد يعني نخرج الهويه الموحده والمعامله كامله ما في اي نقص. عندما ياتون لشخص نزيه يقول له اوكي يعطيه المعامله، ياتي شرطي من ناقك يقول له سيدي كذا كذا، يقول له ها بعدين تعال غدا، لازم يعطي فلوس، لازم يعطي كذا. فهذه يعني دمرت البلد وانهكت المواطن في المحسوبيات والسرقات. يعني طيب اليوم في تصريح لوزير المالية أظن أنتم قناة الرافدين المبارك يعني أنزلت أنه قال لك في سرقات 200 وكسور تم سرقتها مليار خارج العراق. طيب أخي هذه التصريحات طيب شنو يطلع شخص أيضا يقول لك معروف واحد محول 50 مليار في تركيا ومعروف هو المالكة أو واحد ثاني، طيب لماذا لا يتم استرجاع هذه الأموال؟ ليش يعني شنو ما في قانون ما في لماذا لا يحاسبون المالكي وغير المالكي؟ نعم شكرا لك ابو فاطمه. بس هم شي حاسبون اذا 700 طن حنطه يقول لك اكلنا الحمامات، ما اعرف لما وحمام الدنيا كلها يمكن ما يخلصن همينه، والله ما ادري من جابوا 700 طن اللي اكلها الحمام وراح انضاعن. حكمه من الانبار حياك الله. حكمت حكمت وياي انقطع الاتصال ويا الاخ حكمت، اتمنى ترجع لنا. يحيى من الجزائر حياك الله يا يحيى. يحيى انقطع ايضا اتصال يحيى، واتمنى ترجع لنا يا يحيى في برنامج صوتكم. يعني ابو فاطمه حكى على قضيه يقول مثلا واحد عنده هويه بطاقه موحده، كنا نعرف البطاقه الموحده من طلعت العالم كله استبشرت خير، قالت اي راح نخلص جنسيه وشهاده جنسيه وبطاقه سكن وبطاقه تموينيه كلها تصير بهويه واحده ونخلص بعد ما ندور مراجعات بالف من مكان وما نشيل اكثر من هويه وكلها يصير بكارت هالقداته. اي يا ما شاء الله العراقيين والله راح يصير براسي حكومه خير وراح يسوون شيء بي تمام واحنا راح نرتاح. بس العالم ما ارتاحت. مناطق صارت بها بطاقة موحدة، مناطق لا، محافظات إيه محافظات لا، غير الرشاوي اللي صارت بالبطاقة الموحدة وسعتها أبو فاطمة. فقضية الرشاوي يعني هاي مصيبة، وإذا الموظف ما يرتشي ما يبقى بمكانه غير المعقب، لأن المعقب أكيد تابع إلى واحد من الأحزاب، فهذا يستلمك من الباب. دولة يسلموك 4-5-6 معاقبين بالباب مزايدة مزاد على معاملتك، هذا يقول لك أكملها بهالقد وهذا أقول لك أكملها بهالقد، هذا يقول لك أكملها بهالقد فلوس بهالقد وقت، عاد تبدي أنت وجيبك إيش قد يوفيك حتى تقدر تكملها، وتقول دا أرشي ما تقدر تثبت لأنه معاملتك ما راح تكمل. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله قدوم يا أستاذ وشكرا لك وللبرنامج وللقناة أستاذ الكريم. أستاذ بالنسبة عندكم كم عدد الاستثمارات يا أستاذي؟ هذا سؤال. صفر. السؤال الثاني صفر أنا أجاوبك. ملاك المليارات يعني ليش مثلا ما يساعدون الناس الغلابة والفقراء مثلا اللي بالعراق، تجار العراق وين دورهم أقصد ملاك المليارات؟ أيضا يا أستاذي أنا ممكن أزور المنطقة الخضراء يا أستاذي. السؤال الآخر يا أستاذي بالنسبة للإدارة مثلا والحكومة والبرلمان ليش ما ينطوا الشعب العاطلين عن العمل مساعدات مالية؟ يعني أيضا لازم ينطون العاملين والعمال رواتبهم كاملة حسب. ولكن أنا أيضا في تاجر عراقي يقول يا سعد أنا أريدك تشتغل عندي وانطيك دينار كل يوم، فما رأيك وتعليق يا أستاذ؟ أهل تحياتي لك وللقناة. اشتغل عندك آني أخ سعد. نعم حياك الله. نعم حياك الله وأشكرك على العرض لكن أعذرني لأنه مرتاح بمكاني. بداية أخ سعد يعني يقول عدد الاستثمارات بالعراق صفر، ما عندنا ولا استثمار. أغنياء العراق وين هم؟ هم أغنياء العراق هسه طبقتين، أو العراق هسه طبقتين، أكو غني وأكو فقير. تعرف الغني منو؟ اللي يتبع حزب،
اللي سياسي اللي عنده ميليشيا، ذولا الأغنياء. أما تجار العراق إذا ما كان تابع الحزب هذا اغسل إيدك كل شيء ما يربح، واللي تابع الحزب مستحيل راح يفكر بالشعب. المنطقة الخضراء تقول أريد أزورها، والله ما أعرف يسمحوا لك لو لا، أما للشعب العراقي ما يسمحوا له. لماذا لا يعطي البرلمان الشعب العراقي فلوسه؟ والله أتمنى يجاوبوك هم مو أني، هذا السؤال من زمان أخ سعد سألنا لهم إياه. أبو محمد من كربلاء حياك الله. أبو محمد انقطع الاتصال يا أبو محمد، أيضا أتمنى ترجع لنا يا أبو محمد. فأخ سعد يعني البرلمان العراقي هو ما يفكر بالشعب، بوق بفلس بالعراق. هسه السياسي اللي يصير بالبرلمان يقول لك، أي واحد بالعراق يقول لك أنا تعال خلص أصير بالبرلمان دا أصير مليونير. السياسي بالبرلمان عبارة عن 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 باب رزق، مغارة علي بابا وانفتحت للبرلماني، يطب للبرلمان حافي يطلع بجكسارات وقصور وحمايات وفلوس، ويفتح قنوات تلفزيونية ويفتح شركات طيران ويفتح بلاوي سودة ويشتري قصور وقلاع بالعالم. فيقول لك أنا ليش ما طب للبرلمان؟ من تجي تسأله يقول لك والشعب؟ يقول لك أنا شو محصل من الشعب؟ هذا دا يعطيني مليارات، هذولا ما دا يعطوني شيء. هذه هاي مو أنا دا أبرر لهم أخ سعد، أنا دا أعطيك لسانهم هم شو يحجون. هم ما همهم الشعب العراقي، هم ما يردون الشعب العراقي، هم لا يردون الشعب العراقي كان فكروا بالأرامل والأيتام، كان فكروا بالمعتقلات اللي موجودات بالسجون، كان فكروا بالنازحين اللي قاعدين بخيم وإحنا راح نطب على شتاء، كان فكروا بالأطفال القصر اللي انحكموا وإعدام ومؤبد وانسجنوا ويا الكبار، وكان فكروا بالمعتقلين الأبرياء اللي ما لهم لا ذنب ولا شيء سوى إلا اللهم أكو واحد سوى عليهم وشاية ووشاية كاذبة. ونتيجة التعذيب مثل ما قالت إحدى المتصلات البارحة تقول ابني حلف اليمين يقولها يما من الكتل اعترفت أرد أخلص. مصطفى من ديالى حياك الله يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك صحتك أخبارك؟ نحمد الله على كل شيء. والله يا أستاذ العزيز نحكي. نعم. فدنوب يعني الأوضاع بالديارة تعبانة، لا شغل لا عمل، هاي الدولة رواتب ماكو أمرتنا. أخ مصطفى أنت وين بديالة؟ أنا؟ أي. نفس المحافظة يعني هاي الشينة مع الحدا يعني بعقوبة بالخالص وين؟ لا لا بعقوبة من المحافظة مركز محافظة ديالة. أخ مصطفى أريد أسألك سؤال حتى نجاوب الأخوة اللي داي تصلون مثل الأخ ايه. سعد من الكويت إذا ما يعرف حال العراق من جوا. أنت بمركز محافظة ايه. ديالة يعني مركز المحافظة أو عاصمة المحافظة ايه. وظائف أكو يمكم؟ ايه. والله كل شيء ماكو أصلاً. المحافظ ما لنا مدمرنا، هو دا يركض وراء العالم دا يحارب بالكاف. زين. فشلون من تجي الوظائف إذا هو دا يحارب العالم بالكاف؟ الوظائف ما تجي. زين. وظائف ماكو. ايه. الموظف اللي لاقي وظيفة لاقي راتب؟ هسه بالوقت الحاضر؟ ايه ماكو لا حد الان ما صاروات. امان اكو؟ امان موجود بالعراق؟ امان؟ نعم. لا والله انا من دا اسالك اني اعرف اخ مصطفى اعذرني بس انا حتى نوصل الفكره الى الاخوان العرب. لا صحيح والله كل شيء ماكو. انا دا اقول لك احنا هسه هاي السالفه مال حدا احسن. نعم. المحافظ ماخذ صناعه للدوله. نعم. ماخذ الحي الصناعه مال الدوله من الدوله. وش دا يشيلنا يعني؟ انا احكي ويا المحافظ قبل ثلاث ايام مواطن احكي ويا المحافظ اقول له شلون اقديك تنجوع يقول لي مشكلتك بعد عرفي لو تنقل للصناعه. لحظه محافظه دياله قلت له اني راح يقتلني الجوع ايش جاوبك؟ يقول له بعد عرفي مشكلتك هذا مو خاص بي لو تشيل الصناعه. تمام. وبانين مول قاطع السحاب مسوي له ومحارب العالم على ارزاقها
أمان الله ورسوله محافظة ديالة منتهية فدنوم منتهية كل مشاريع وكلها ماضية. أنا أقول لك مشاريع العالم تتسوي نعم. كل من منطقته كل من يأخذ التنفلس من منطقته يدول يلمون المنطقة يتسوون ماي مشاريع خامن هاي الماي بالصيف عشت كل ثلاثة أيام الله يجيبوا ساعة. أنت تقصد مشاريع الخدمات مو المشاريع الاستثمارية؟ أي كل شيء ما خدمة مشاريع خدمات صفر. نعم. قل لي المدارس شلونها يمكن بديالة؟ والله المدارس ماكو زفت كل مدارس أهلية. أتمنى أخ سعد من الكويت جاوبناك هسه باتصال الأخ مصطفى. أشكرك. أشكرك جزيلا أخ مصطفى. لكن أخ سعد يعني مثل ما سمعت من الأخ مصطفى هذا حال العراق. لا تتوقع بالعراق أكو شيء. أنت تسأل تقول ليش البرلمان ما يعطي فلوس وهو مهتم بالناس؟ مدارس صينية رجعت، شوارع تراب موجودة، شارع يحفروه ما يزفتوا موجودة، خدمات صفر موجودة، مشاريع صفر ما عندنا ولا مشروع. تمطر الدنيا تفيض الدنيا. يعني هسه أنا أقول لك العراقيين العالم كله يعرف المطر خير، بس العراقيين يقولون يا رب ما تمطر، لأن إذا تمطر الدنيا بالعراق تفيض البيوت، تخرب الكهربائيات وتخرب الأثاث مالتهم وتخرب سياراتهم وتخرب بيوتهم ويخرب كل شيء، لأن ما عندنا شبكة مجاري تمشي مي المطر. هذا حالنا. أبو زكريا من كركوك حياك الله. أبو زكريا انقطع الاتصال يا العم. أبو زكريا أتمنى يرجع لنا. أبو محمد من كربلاء حياك الله. أبو محمد تسمعني؟ نعم نعم. حياك الله أخوي. مرحبا. السلام عليكم عيني. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. قبل نعم. مرحبا أستاذ. حبيب قلبي تفضل أنت على الهواء. أستاذ. أبو محمد بس أريد أطلب منك طلب، تنصي لي التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى نعم. تكون المكالمة أوضح. نعم 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 نعم, نعم. تفضل أخوي. مرحبا أستاذ. مرحبا غاتي. أستاذ قبل أسبوع طلع فد واحد بالبرلمان إيه يقول عند المواطنين في بيوتهم 6 تريليون ضامنين. 6 شنو؟ تريليون عندهم بلي بالفضامية. ايه ما يخالف احنا عندنا 6 تريليون ضامنها بالفلوس. يقول لو جبوها بالمصاري وشغلون المصاري كان تمشي امور الدولة. نعم ما يخالف احنا عندنا فلوس يرد نزفها. تعطيني ربح مثل ما تاخذ من عندي. سؤال مشروع. نعم. وين الأستاذ؟ وياك أخوي. ما يخالف أنا ماري أنت تأخذ من عدي. أريد أخذ سلسة من عدك تأخذ مني 50%. نعم. أنا أدري بفلوس يمنا تعطيني 12.5% وافق. نعم. من ذب فلوس عندهم يقوني 4%. نعم. وهذا قاعد يكذب كذاب في البرلمان. ندري من جاي كان ندري وين صانع يشتغل بره وجاي البرلمان بيحد شغلات براس المواطن تريليونات. نعم. ما تبقى فلوسك انت تطلعها الفايدين. باقيين الفلوس كلها ما تطلعون. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو حسن من بغداد حياك الله. ويسعدك اخوي أفل. ويسعدك اغاتي. يحفظك الرحمن ان شاء الله. يحفظك ربي. أفل. الله يخليك. هاي رسالة للعراقيين يعني. نعم. اقولكم يا عراقيين اموالكم وخيراتكم قبل ايران.
أشو المصارف كلها مفتوحة لإيران، المنافذ الحدودية لإيران، خيراتكم كلها لإيران، يعني بمجموع جو دولة يحكمون البلد، بنولهم مدرسة، بنولهم مستشفى، بنولهم فتشي يخدم البلد، وما شاء الله هاي المصر مال بيجي كلها خمطوه على الشمال والإيران، يعني دولة تبعية إيران ما يشوفوكم الخير أبد ولا تتمنوا ولا تحصوا منهم خير أبد، لأنهم إرهابيين ما شاء الله صورهم على الشوارع، صورة فلتان وعلان وكل واحد مسميه مجاهد عبالك حرر فلسطين، ما شاء الله خيراتكم كلها بيد إيران، ودول كلهم تبعية من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى المدير العامين، وما شاء الله القادة مال الميليشيات هم رب اللصوصية، هب قتلوا أولادكم، سجنوا أولادكم، قتلوا أولادكم بالمظاهرات ومن غير المظاهرات، طفل يخلوه جوا الدبابة ويدوس على الدبابة. بس أبو حسن أنت أريدك تكمل أبو حسن، بس على مود الصورة اللي كانت موجودة على الشاشة أتمنى يرجعها المخرج، أخ سعد أنت تسأل فلوس العراقيين وينها، هاي المدرسة اللي قدامك مدرسة طينية بالألفين وعشرين، أتمنى أشوفها. جايك نعم جايك، لا شوفها دا شوفه ما شاء الله. لا أنا دا أبلغ الأستاذ سعد من الكويت يسأل فلوس العراقيين وين. نعم افتهم سمعته. طبعا المدارس كلها طين وكرفانات، وإذا تمطر ما شاء الله الكرفانات تتنقع على الجهال وبها وايرات مال الكهرباء، وما يهمهم إذا الطفل يموت، والعلم عندنا ما شاء الله مدمر، يعني ما شاء الله مدمر. هسه لما يشوفوا دول الخريجين يوم وزارة الصحة وكاتبين أريد نتوظف، هو وزير الصحة هذا بما يطب الوزارة بيشوفهم. نعم بس هم يهينون العلم والمعرفة، يعني ما يريدون العراق يتقدم للأحسن، يردوه صفر مثل ما هم صفر، لأن جو حفاي وهسه كل واحد بقصر ومن غير البيوت، والمرجعية راضية بشي هذا، لحد يقول لي ما راضية، لأن لو عراقية برجع عراقي كان مرضت، قلت لهم اقفوا اتحكم اتحدكم، شنو الخربطة ايش تبدون الشعب، بس تبعية هم كلهم تبعية. نعم. بس اي واحد داسة يجي بس يقول هذا مسجدي ذاك اليوم هذا مسجدي، لك شنو انا اشتبع به هذا الخنزير، يعني انا هتعجب، انا هتعجب، بس دول مو عراقيين، حرامية لصوص، لا عندهم دين لا عندهم معرفة بالاسلام، يعني انا هسه واحد من الناس لما اشوف الخيم مال النازحين ضمير ما عندي، لا ما اقر عليهم ضمير ما عندي، البيوت هشموها مال الموصل ومال صلاح الدين ومال دياله ومال يا لما اشوف العجب، زين هذول ما تهزم غيرتهم يا عراقيين، انتبهوا انتوا لو ظلون اذلاء وظلون مكفخه يا اهل يجي يخفخ بيكم، ويا اما تحترمون نفسكم وتحافظون على دينكم، هذول مخربي الدين، هذول مفرقي الجماعات، مهدم الملذات، يعني ما يريدون يسوي باسكم خير، لان دول عجم والتبعية العجم عمرهم ما حبوا الاسلام، لان جو بالقوه، وما شاء الله اللي ذاك يوم الحدود يدفروها ويطبون، هاي لو احنا مسويها بيهم كان سوا وكان قلبوا الدنيا، يقول لك احنا سياده شلون، بس هم تبعيه لهم وبراحتهم يطلعوا براحته، ولا كانه هسه واحد يروح لاي دوله ياخذهم عنده ما التأشيرة ما أدري شنو، ما سافرت مرة واحدة في حياتي، هذا لا قبال طب ما خلفهم هم دولة. نعم يا عراقيين انتبهوا وخلوا غيرة محمد بيكم. نعم هذا نبينا محمد العظيم اللي نور الدنيا باسمه، والله منور الدنيا باسمه، حافظوا على 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 على, على كرامة نبيكم، إذا أتكم يعني ذرة والله عيب تسكتون، والله عيب لك، هذا العراق منبع الحضارات، أما حضارتهم شنو مدول العجم؟ قتل وارهاب وصفوية وارهاب يعني الجبين ينزل من عنده. نعم يا عراقي انتبهوا 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 انتبهوا، ترى البلد راح يضيع وانتم راح تضيعون، لما بلدكم يضيع راح تضيعون، وشوفون الأمرين تظنوا ساكتا، هذا أنا طفل واحد هسه فلوس يقول لي يا أخي ما عنده راتب منطوني، زين تولي فلوس هاي المنافذ الحدودية ودها تروح، وده الكاظم راح المنافذ وين راحت الفلوس؟ اخوي عفيت حملني ما يخالف، الفلوس دا تروح وين من بلافذ؟ ما النفط وين دا تروح؟ نعم الخيرات وين دا تروح وين؟
يعني فكروا العراقيين. وصلت رسالتك إن شاء الله أبو حسن، وشكرا جزيلا لك لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم. محمد من بغداد حياك الله. محمد انقطع الأخ محمد من بغداد. أبو زكريا من كركوك رجع لنا مرة ثانية حياك الله. الله يحفظك يا أبو قنادق ويطول بعمرك يا رب. ورحمة الله على الشهداء العراق وشفاء العاجل على الجرح المتضايقين من الشباب. يا أستاذ أسد، يا أسد أسد، دائما أسميك أسد بن أسد. يسلمك ربي. 14 سنة ابني أخذ بوك كتير انفجارات ثلاثة زامي سبت الزال زامي وانفجارات يعني كل كتة يعني أدور السياسية توهم العراق حتى الشراع يتزوج يعني هاي كان هذا مسكين وهو كان مسكين لأنه كل حساب تابعين إيران يضربون الأمريكان يضربون سفارات يضربون مطارات يعني شنو معناته هذا؟ معناته يعني ابني أسد العراق ضاعي حبيبي هذول تعبوا الآن السفارات الأمريكية وكل السفارات يعني راح يصير العراق رواتب ماكو متقاعدين ماكو نعلق الله عليك حكومة نعلق الله عليك أحزاب الكافرة التابعة لإيران نعلق ورحمة الله على الدكتور حارث الضاري ألف رحمة عليه إن شاء الله ورحمة الله على كل متظاهرين العراق وشباب العراق خليه يكون عون متظاهرين والله العظيم نعم العراق موحد بس كفر الإيرانيين هذولا 44 ميليشيا تابعين إيران بالعراق يعني يحكمون هذا الكافر نعرف الله عنهم والعراق واحد محدد الله رسوله الله يحفظك يسلمك ربي ومشكور. يعني أبو محمد من كربلاء فتح مشروع يقول طلع لنا واحد من البرلمان يقول الشعب العراقي ضام ببيوته إذا يحكي على 40 مليون ضام 6 تريليون دينار يقول ليش ما يحطوها بالمصارف حتى نشغلها وتنحل الأزمة وما نحتاج للداين. يقول أنا أوكي نحط فلوسنا بس تطونا شيء ترجعوا لنا شيء تطونا أرباح. طبعا أبو محمد أنت تقول إذا بقي فلوسي بالمصرف يطوني 4% إحنا الربا ما نفكر به، الربا حرام لازم إحنا نفكر شلون نلغيه لأنه الله يبعدنا عن الحرام. لكن لو أنت تقولهم إذا أنتوا دا تحتاجون وتردون تداينون حتى تبنوا لي بلدي وأنا عندي فلوس وطيكم وتبنون البلد وتفتحون مشاريع استثمارية تفيد الناس والشباب والعالم وتشغلون بيها وتترزق العالم وتصير رواتب ويصير مشروع استثماري حقيقي زين أني تطوني ربح لأن أني ساهمت به كمساهم. فهو أبو محمد سأل سؤال مشروع. طبعا هذا السؤال أنا أشيله من الاتصال أذبه وين بحضن البرلماني واللجنة المالية جاوبوه إذا شال فلوس المواطن العراقي ونطاكم إياها وقال لكم ابنوا العراق راح تبنون صدق؟ راح تسوون مشاريع؟ لو راح تشفطوهن وراح تطوه أسهمة أو أرباحها راح تقولوا له أنت ساعدتنا هاي مكافأتك وبارك الله بيك لو راح ما يحصل شيء. رسائل الواتساب اللي جتني اليوم السلام عليكم نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة ونطلب منك أن توصل صوتنا وتقولون للكاظمي أهالي الأنبار يريدون زيارة الكاظمي إلى المحافظة. رسالة أخرى السلام عليكم العراق فيه جاسوسة تسمى بلاسخارت يجب الخلاص منها. رسالة أخرى السلام عليكم بعيدا عن البرنامج
أتمنى أن أتواصل مع قناة الرافدين لحبي لها وخصوصا الدعم من أجل الدعم الفني للقناة إن شاء الله عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لقناة الرافدين العظيمة، بوركت سواعدكم. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ، الحق لأهله طال الزمن أم قصر؟ العراق يمر بمحنة من محنة في التاريخ التي مر بها عبر التاريخ الماضي والحاضر. العراقيين هم أصلهم أهل محن وصبر وبلاء وثبات على الحق ضد الباطل، والمحن والتاريخ شاهد على ذلك. وأقول للأخوة قادة التظاهر السلمي والثورة السلمية العظيمة، الثبات ثم الثبات والصبر ثم الصبر، ما هي إلا أيام وأمر النصر محسوم لصالح الشعب العراقي وثورة تشرين المباركة بإذن الله تعالى. ولكم فائق الشكر والتقدير والاحترام مع الوطنيين الأحرار أحفاد الرارنجية والرميثة وثورة 20، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أخذكم أم كرار، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل والحد هسه ما نعرف عنهم شيء، نروح نسأل ما حد يقبل ينطينا الصدق، والله ما لنا غير الله وهم. زوجي مريض سرطان وأولادي طلاب مدرسة وبعدهم أحداث، شنو ذنب ذول الأحداث؟ والله ما خليت، ما رحت مكان. وين مصطفى الكاظمي؟ مو قال بيض السجون، خلي روح على السجون السرية كلها أبرياء والله العظيم. وأني كل مرة أرسل لكم ومتواصلة وياكم، وتحياتي لكم وللكادر ولقناتكم الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تحياتي لقناة الرافدين. سياسيين العراق إذا نفكر بهم شلون دا يتصرفون، اسمعوا اتصال الأخ من ديالة مصطفى لما يقول لك المحافظ، يقول لي أنا مو مشكلتي وين تقعد، مشكلتك روح اطلع اقعد على الرصيف أنت وأهلك. إذا سياسي هيك يفكر ويا الناس ايش راح يصير بالعراق؟ هذا هو سؤالنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم إن شاء الله، باكر في مال الله.